عندي 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه من الزبده اللينه، وعندي كمان كوبايه الا ربع من السكر البودره، وبيضتين، وعندي كمان فانيليا، ومعلقه من البيكنج باودر، معلقه صغيره، ومربة فراوله او فراوله قطع، وعندي كمان كريم باتيسير مقداره كوبايه ونص من اللبن، واربع صفار من البيض. الكريم باتيسير بستخدم الصفار بس مش البيض كامل، ونص كوبايه من السكر، وربع كوبايه من النشا، وفانيليا وجيلي تلميع. تمام، تعالوا بقى ايه نشتغل واحده واحده كده فيها. قوموا يلا اعملوها كده عشان لو رايحين لامهاتكم بالليل تبقوا ايه مجهزين لهم حاجه حلوه. بصوا، عندي الزبده لينه بدرجه حراره الغرفه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، عايزاها كده ولا سايحه ولا جامده. تمام، هبدا كده احط الزبده اللينه. طبعا مش شرط عجان، لو متوفر عجان اعمله، مش متوفر اعمله بمضرب بيض او مضرب يدوي حتى، مفيش مشكله خالص، الموضوع سهل جدا. قولي انت معاك تليفون ياسر؟ مين؟ ام هاني، صباح الفل. الو، كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا حبيبي قلبي، اجمل ام في الدنيا. الله يخليكي. صباح الفل، يقعد عليكي كتير يا رب. صباحك جميل يا رب. دايما معانا مشيت اسماء والله بجد. كل سنه وانت طيبه حبيبتي، ويخليكي لاولادك يا رب. عليكي بخير، خلي لك ولادك يا رب. الله يخليكي. وكل سنه وكل الامهات اللي عندك واللي لسه ما بقوش امهات يبقوا طيبين باذن الله. يا رب يا رب حبيبتي، كل سنه وكل ست طيبه. يا رب يا رب، كل سنه وانتم طيبين حبيبتي. ماشي، الله يخليكي. تسلم يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه عشان رمضان كمان. شكرا يا ام هاني، شكرا يا حبيبتي. بصوا، انا حطيت السكر البودره مع الكوبايه بتاعت الزبده اللينه، عليهم كوبايه الا ربع من السكر بودره، وهضربهم كويس، هنعم خالص الخليط ده. بصوا، بعد ما نعم كده هبدا ايه اجيب الجناب كويس اهو كده عشان اتاكد ان كلها اختلطت. كل الزبده برضو اللي في المعلقه دي هحطها برضو. تعالوا كده ايه نخلط. خدوا بالكوا ان احنا مجرد ما نحط الدقيق مش عايزه اخلط كتير، فانا يعني هخلط المكونات وهقلبهم كويس قوي قبل مرحله الدقيق. هخلط كده خلطه كمان كده سريعه. تمام، وهحط الفانيليا على البيضتين. ممي، صباح الفل. ازيك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. طيبه، كل سنه وانت بخير يا حبيبتي دايما، وفي وسط ولادك كده في احسن صحه وحال يا رب. الله يخليك، كل سنه كلها طيبه. كل سنه وبنوتك كمان المستنيه بيبي طيبه. الله يخليك حبيبتي، سلمي على حضرتك كلها. سلمي عليها كتير يا حبيبتي، سلمي عليها كتير. معلش بس يا اسماء، ممكن اعمل اهداء لاختي؟ اه طبعا طبعا. بقول لها كل سنه وانت طيبه يا اختي يا مرفت، وربنا يخليكي يا رب لاولادي. كل سنه وهي طيبه حبيبتي، واحنا كمان بنقول لها كل سنه وهي طيبه. الله يخليك. سلامي حبيبتي، صباحك جميل. شكرا. بصوا، يبقى احنا حطينا كده كوبايه زبده، عليها كوبايه الا ربع من السكر البودره، وخلطناها كويس. بعد كده هحط الفانيليا على البيضتين، هنزل ببيضه بيضه واخلط برده كويس قوي. بصوا، بوقف بجيب كل الزبده والسكر والحاجات اللي في الملزقه في البوله كده عشان اتاكد ان كل ده هيختلط مع بعض. زي ما قلت لكم، انا مجرد ما احط الدقيق مش عايزه اخلط كتير، ففي الخطوه بقى دي بخلط كويس جدا اهو. بصوا، بشيل لو في اي حاجه في المعلقه كده عشان مقدار يبقى كامل، وبخلط كويس قوي. بصوا خلاص، كله اختلط مع بعض بالشكل ده. هنحط كده معلقه صغيره من البيكنج باودر وهنقلب. مدام احلام، صباح الفل. ازيك
ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ كل سنه وانت كل طيبه. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. انت بخير يا حبيبتي. وامي طيبه بخير. الله يخليك. اللي انجبت لينا حبيبتي. اسماء الجميله الاخلاق الحلوه حبيبتي. دي حبيبتي ربنا يخليك. والله تربيتها ما شاء الله عليها. سلامي يا حبيبتي. سلامي والله. ربنا يكرمها يا اسماء. يا اللهم امين يا رب. يا رب اللهم امين ويخليها يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. وبقول لكل الجروب اللي في عندك كلهم كل سنه وهم طيبين وامهاتهم بخير يا رب يا رب وبخير دايما. وعايزه ابعت تهنئه لبنتي شيرين ولمراتات ولادي كل سنه وهم طيبين انار وهبه ونرمين واقول لهم يا حبايبي كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وهم طيبين يا حبيبتي وانت منوره الدنيا تبقي في وسطيهم كده. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي. شكرا يا مدام احلام. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي. بصوا الثلاث كوبايات بقى من الدقيق هبدا كده احطهم مع معلقه البيكنج باودر. انا حطيت معلقه صغيره مش معلقه كبيره. وهبدا اخلط كل الكلام ده كده مع بعض لحد ما عايزه ادخل كل المكونات مع بعض، مش عايزه اعجن كتير. بص بقى كده انا عايزه اخلط كل المكونات، انا مش عايزه اعجن كتير، عايزه اتاكد كده ان كل الدقيق اللي على الطرف نزل اللي على الجوانب. بصوا اهو وهبدا بقى ايه اعجن كده الشويه دول بايدي عشان اتاكد ان كله دخل مع بعض ما فيش زبده تحت في البوله من تحت خالص كده او حاجه ويبقى كله اختلط معايا. انا مش عايزه اعجن العجينه دي اكتر من كده، يا دوب بلم العجينه بس مش اكتر من كده. تعالوا بقى ايه نتاكد كده وننزل الحاجات اللي في الكف بتاع العجان ونعجنها كده ايه تاني اهو. مجرد ما بلم العجينه كلها اهو كده بنزل بقى كل الحاجات دي كده بالشكل ده اهو كده. المفروض تسيبوها يعني ربع ساعة كده تريح في التلاجة بس احنا عشان الوقت هشتغل فيها على طول. بصوا خلاص انا مجرد ان انا ايه لم كده بس مش اكتر من كده. سيبوها تريح 10 دقايق في التلاجة هتفرد معاكوا اسهل عشان بصوا بتبقى طرية شوية دلوقتي عشان الزبدة لما بتدخل التلاجة بتجمد شوية بتعرفوا تفردوها اسهل. بس ان شاء الله هنفردها دلوقتي مع بعض وهي كده. صفاء صباح الفل. يا صفاء. الو. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه حبيبتي وبخير. الله يخليك يا رب. الله يخليك. انا كنت عايزه اسال على تخليل الزيتون هو بيطلع مني منرر شويه. حاضر هقول لك. حاضر عيني يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي وبخير يا رب. شكرا يا حبيبتي. مع السلامه. بصوا بقى هجيب كيسين ثلاجه كده وهبدا افرد التارت بتاعي العجينه بتاعت التارت فيه. زي ما قلت لكم حطوها في الثلاجه احسن يعني 10 دقائق كده او حاجه تجمد لان لسه طريه جدا. فخدوا بالكم الموضوع ده هيسهل عليكم كتير. بس انا هفردها كده ما بين كيسين ثلاجه اهو عشان تسهل معايا ان انا اعرف اشيلها. ايمان صباح الفل. افرد كده. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. اتفضلي يا حبيبتي واستاذنك بس توطي التلفزيون ممكن؟ حاضر. شكرا يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه يا ايمان. وانت طيبه. انت كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي وبخير يا رب. اللهم امين. الله يخليكي. اتفضلي. عايزه اعرف طريقه الكيك. حاضر. عايزه كيك ايه؟ شوكولاته ولا فانيليا؟ شوكولاته. حاضر. شوكولاته. حاضر. عينيا يا حبيبتي. ماشي. شكرا يا حبيبتي. شكرا. اتفضلي. بصوا ممكن تعملوا بقى منها مقاسات صغيرة، ممكن تعملوا في صينية تارت كبيرة.